السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شكرا للزميل محمد سعدون الكواري. أصدقائي المشاهدين متتبعي هذه السهرة الكروية التي تقودنا إلى ملعب الويست بروم، فريق الألبيون يستضيف المانشستر سيتي بمعطيات الضد على فريق ويست بروم وبمعطيات الصد. للمرة الأولى في هذا الموسم مانشستر سيتي صارت البريمير ليج. خطأ آخر في الدفاع، ارتباك البدايات يا زينشينكو، القميص رقم 7، فرصة والهدف الأول يضيع لنادي رقم 3. فودن والصدارة، فودن والكرة بالقائم، فودن من المواعيد. هنا الكرة الأولى، كرة من دفاع وكرة من الإمتاع المنتظر، مباراة كل الأهداف والفرج. محرز يلعب الكرة، رياض، الدفاع موجود، الرياض يتواجد. المهاجمة لويست بروم الجريحة، الفريق الصاعد، دقائق، 6 دقائق، والهدف الأول، التسديد والهدف الأول والتصفيق. جمهور اليونايتد يخسر الصدارة والنادي 1-0. شوف الأسيست والباس، غوندوغان مركونة، الحمير الأهداف عن طريقي إيريكاي جوكس. 6 دقائق فقط والسيتي متصدر. 6 دقائق كانت كفيلة بغوارديولا جول. غوارديولا ليدر، غوارديولا في البدايات مع لامبارد من تصدرت. تسلل الرأي مرفوع، الهدف ملغي، هدف أصلا وممكن واحد من الزملاء بطل. تسلل كان واضح، تسلل، شوف الناس الكل وقفت تقريب، عاد الكرة الفريق هذا. ماذا هناك؟ بالفار وفرصة، والهدف الثاني لمانشستر سيتي. الصورة كانت واضحة جدا، الهدف الثاني لمان سيتي. البيون وفرصة، براين روبسون كان تكون في شوبين وكان قريب نازل الشباك. دي بالشكل ده، وهجيب عليه ورق زبدة واحطه بالطول، وبعد كده بقى هحط الخضار، وبعد كده بقى هوزع عليه اللحمة من فوق. اهم خطوة ان انا لما اجي اقفل الورق الزبدة وورق الفويل لازم يتقفلوا باحكام، بحيث ان مفيش اي بخار يطلع منهم خالص. هقفل كده ورق الزبدة زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده، وبعد كده بقى هقفل عليه ورق الفويل. تمام، هلف بقى ورق الفويل حوالي 3 مرات بحيث ان مفيش اي بخار من اللحمة يطلع برا الفويل خالص، وده بيساعد ان ورقة اللحمة تبقى مستوية جدا وفي وقت قصير ان شاء الله. هقفلها بقى باحكام بالشكل ده، وهكون بقى مولعة الفرن على اعلى درجة حرارة حوالي 220، وادخلها تحت خالص على الصاج، بتاخد حوالي ساعة الا تلت، وهنطلعها وهقول لكم هنكمل تسويتها ازاي. انا كده بعد ما قفلتها كويس جدا بقى هحطها في طاجن بايركس، وزي ما قلنا هندخلها الفرن على اعلى درجة حرارة. بعد ساعة الا تلت انا جبت الفرن وهديت النار خالص، خليتها شمعة، وحطيت عليها صاج تاني زي ما انتم شايفين كده، وهحط كده بقى الطاجن البايركس، وهسيبها على اهدى نار بتاخد حوالي 2.5 ساعات، بتطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. اهم حاجة النار تبقى شمعة، يعني زي النار كده بتاعة تسوية الرز. نفتح كده بقى ورقة اللحمة، يا نهاري احلى شكل ممكن تشوفوه بتاع ورقة اللحمة لما باجي افتح كده ورق الزبدة وورق الفويل. لحمة مستوية جدا، بطاطس مستوية جدا، والجزر مستوي جدا، هوريه لكم كده. شايفين الجمال، الاكلة دي صحية جدا، شايفين بقى حلاوة اللحمة، يعني حاجة كده جميلة قوي. معلش بقى انا هوريها لكم بايديا عاملة ازاي مستوية زبدة. طبعا بقى احلى حاجة في ورقة اللحمة لما نقدمها مع عيش، وكمان كده شوية سلطة حلوين كده مع شيبسي مع شوية مخلل، الاكلة جميلة جدا. لو عجبتك بقى الوصفة ما تنسيش تعملي لايك وشير، وربنا يحسن ما بين ايديكم. مع الف سلامة.